طيب الله أوقاتكم الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم إلى هذه النشرة الجديدة. أهلا فيروز. أهلا بك ياسر، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. سوريا تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجوم مجدل شمس بالجولان المحتل لاختلاق الذرائع لتوسيع عدوانه. وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان يصدقان على خطط عملياتية في الجبهة اللبنانية. الدفاع المدني الفلسطيني يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يجبر آلاف المدنيين على النزوح من خان يونس إلى مناطق مجهولة. والبداية بتطورات الأوضاع بين إسرائيل ولبنان. أكدت الخارجية السورية أن الاحتلال ارتكب جريمة بشعة في مدينة مجدل شمس بالجولان ثم حمل مسؤوليتها لحزب الله. وفي بيان لها أدانت الخارجية السورية استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر يوميا، كما استنكرت محاولاته لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير للوضع في المنطقة. دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إلى إجراء تحقيق دولي أو عقد اجتماع للجنة الثلاثية عبر يونيفيل عقب الهجوم على الجولان المحتل. وأكد أبو حبيب أن أي ضربة إسرائيلية كبيرة على لبنان ستقود لحرب إقليمية. وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن بلاده طالبت الولايات المتحدة بحث إسرائيل على ضبط النفس وسط التوترات الأخيرة، لافتا إلى واشنطن طلبت من الحكومة كبح جماح حزب الله. ذكرت مصادر أمنية لوكالة رويترز للأنباء أن حزب الله اللبناني وضع في حالة تأهب قصوى كل معسكراته. وأشارت المصادر إلى أن حزب الله أخلى أيضا بعض المواقع الرئيسية في شرق وجنوب لبنان تحسبا لأي تصعيد إسرائيلي عقب الهجوم الذي استهدف قرية مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية توسع للصراع في المنطقة. وأضاف بلينكين إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن الصاروخ الذي ضرب الجولان أطلقه حزب الله، كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون فرصة لجلب الهدوء الدائم بين إسرائيل ولبنان. من العاصمة اللبنانية بيروت أكرم كمال سريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي انضم إلينا الآن بعد تحية. سيد أكرم، وسط هذه التصريحات من كل الجوانب من جانب إسرائيل ومن جانب الخارجية اللبنانية، ما هي فرص التصعيد برأيك من جانب إسرائيل؟ التصعيد سيد الموقف، يعني إسرائيل أعربت بشكل واضح وعلني أنها تريد التصعيد وأنها ذاهبة إلى التصعيد، لكن يعني وفق ايضا التسريبات الاسرائيليه انها لا تريد الذهاب الى حرب شامله، بل تريد توجيه ضربه قويه الى حزب الله. وبالتالي نحن امام مرحله خطيره جدا، اي حادث يعني قد يتجاوز الخطوط الحمر وقد تخرج الامور عن السيطره بالتالي،
وتنزلق المنطقة بشكل كبير إلى حرب شاملة. يعني لا يستطيع الأمريكي بمجرد تصريحات بلينكن أو غيره أن يضبط الأمور، هذا يحتاج إلى ضغط أكبر أعتقد على حكومة نتنياهو كي لا تذهب إلى إشعال الشرق الأوسط. أعتقد حتى داخل إسرائيل يعني هناك أكثر من جناح، هناك جناح يعني يريد إشعال الحرب ويريد إشعال المنطقة، وهذا تحدث عنه جالنت يعني الذي لا يريد الذهاب إلى هذه الحرب، وقال أن سموتريش وبن غفير يعني بتصريحاتهم وباندفاعاتهم اللامسؤولة يريدون جر المنطقة إلى حرب شاملة. لكن يبقى الموضوع الأساسي أن يعني هذه حكومة حرب، نحن أمام حكومة حرب، أمام حكومة متطرفة، أمام حكومة ترى مصلحتها في استمرار هذه الحرب وإشعال حرب كاملة وجر الولايات المتحدة إلى هذا الصراع. لذلك كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، والآن لديهم ذريعة يعني هم يتذرعون بما حدث في مجد الشمس ويقولون أن حزب الله هو المسؤول ويحملون المسؤولية. حتى بلينكين خرج ليقول لنا بأن كل المؤشرات تدل أن حزب الله هو مصدر هذا الصاروخ، لكن في الحقيقة هو يكذب أيضا. يعني ما هي المؤشرات؟ فليقل لنا ما هي المؤشرات. أنا كخبير عسكري أقول لك أن مجد الشمس تبعد مثلا عن الحدود عن بلدة شبعة بحدود 11 كيلومتر، فيما يقول الجيش الإسرائيلي أن صاروخ فلق انطلق من شمال شبعة ووصل إلى الملعب. هذه مسافة تتجاوز 12 كيلومتر إلى 13 كيلومتر، إذن هي تتجاوز مدى صاروخ فلق. كيف وصل الصاروخ؟ ثانيا صاروخ فلق وصواريخ بركان يعني هي محملة بركان أكثر من 500 كيلوغرام، فلق أكثر من 137 كيلوغرام من المتفجرات. بينما هناك حفرة صغيرة في أرض الملعب هذا أحدثها يعني صاروخ، بالطبع صاروخ صغير. سيد أكرم يعني وحزب الله في المقابل تأكيدا لكلام حضرتك نفى تماما أي صلة له بهذه العملية، ولكن كما أشرت الولايات المتحدة الأمريكية تقول بهذا الأمر، إسرائيل تقول بهذا الأمر. السؤال وفي ضوء ما أشرت إليه رويترز من استعدادات قصوى لدى حزب الله، ما الذي تتوقعه إن قامت إسرائيل بعملية حتى وإن كانت محدودة في جنوب لبنان؟ ما الذي تتوقعه أنت من حزب الله في طريقة رده؟ يعني بداية نعم يجب الحذر جدا من السردية، من الوقوع في السردية الإسرائيلية التي تحمل حزب الله المسؤولية. حزب الله لو كان فعلا يعني استهدف موقعا عسكريا دائما هو يعلن عن استهدافاته، وما هو الدافع لدى حزب الله ليستهدف مدنيين سوريين عرب سوريين؟ هؤلاء لم ولن يكونوا إسرائيليين، هؤلاء يعني إنهم سوريون، وهذا الدم الذي أريق هو دم عربي، دم سوري. صحيح. وبالتالي لا يمكن لحزب الله أن يستهدفهم. هذه السردية الإسرائيلية هي طب هذه السردية الإسرائيلية لماذا برأيك سيد أكرم؟ يعني لماذا تذهب إسرائيل لهذه السردية؟ يعني إسرائيل تريد أولا تبرير جرائمها واستهداف المدنيين في لبنان، هذا أولا. ثانيا تريد إشعال فتنة، يعني هي تعلم أن هؤلاء العرب هم من الدروز، وتريد إشعال فتن بين أبناء الصف الواحد، تريد إشعال ضغينة ضد يعني المقاومة في لبنان، هذا ما تريده إسرائيل. أما عن سؤالك يعني حول قدرات حزب الله على الرد، نعم حزب الله سيرد بشكل عنيف وبشكل يعني بعض الإسرائيليين، هناك تيار كبير داخل إسرائيل ما زال يدعو إلى الحرب ويدعو إلى يعني محو غزة من الوجود ومحو حزب الله من الوجود. لكن الفرق كبير أولا بين غزة وبين لبنان. ثانيا لو كانت إسرائيل تعلم أن لديها القدرة الكافية يعني لسحق حزب الله لفعلت ذلك منذ زمن، لم انتظرت يعني منذ عام 2006 حتى الآن، ولم تنتظر كل هذه المدة، ولم انتظرت منذ بداية هذه الحرب. لكن الخبراء العسكريون الإسرائيليون يعلمون جيدا أن في حال فتحت الحرب الشاملة أولا قد تنزلق المنطقة كلها إلى هذه الحرب، ثانيا أن الرد سيكون قاسيا ومؤلما. يعني صحيح إسرائيل قادرة على إيذاء لبنان بشكل كبير، لكنها ستتلقى أيضا ردا قاسيا. أجواء إسرائيل باتت مفتوحة ومكشوفة، حيفا وتل أبيب ومصافي النفط وكل قطاعات الإسرائيلية أيضا هي أهدافا، ستكون أهداف مشروعة وستكون أهداف يعني في مرمى نيران حزب الله في حال فتحت هذه الحرب.
من بيروت أكرم كمال سريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الهجوم الذي أودى بحياة 12 شخصا في الجولان السوري المحتل، وأكدت بيربوك أن ما وصفتها بالهجمات الغادرة يجب أن تتوقف فورا، ومن المهم حاليا أن يتصرف كافة الأطراف بهدوء تام. أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجوم الذي استهدف بلدة مجد الشمس في الجولان السوري المحتل وأودى بحياة 12 شخصا، وأضافت الوزارة أن فرنسا تدعو إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس من جانب جميع الأطراف المعنية لتفادي حدوث تصعيد عسكري جديد في المنطقة. كما أكدت الخارجية الفرنسية أنها ستواصل العمل مع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغاية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم قوات الأمن والشرطة والطوارئ والإنقاذ بهدف حفظ الأمن في منطقة مجد الشمس. أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان استجابة فعالة وسريعة لأي حوادث طارئة بالتزامن مع زيادة التوترات الأمنية بالمنطقة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليين يصدقان على خطط عملياتية في جبهة لبنان. هذا وتفقد وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت الموقع الذي تم استهدافه أمس في مجد الشمس بالجولان المحتل، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 34 آخرين. كانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أشارت إلى أن جالانت قد حدد اتجاهات العملية ضد حزب الله ووجه الأجهزة الأمنية بما يتناسب مع ذلك الأمر. بالتزامن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال الليلة الماضية 7 أهداف تابعة لحزب الله في عمق وجنوب لبنان. توعد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بالرد بقوة شديدة على حزب الله عقب الهجوم الصاروخي على مجد الشمس في الجولان المحتل، وأكد هاليفي رفع الجاهزية إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال والعمل بكل الوسائل لإعادة السكان إلى ديارهم، مطالبا سكان مجد الشمس بالتزام التعليمات والحذر من أنه سيكون هناك مزيد من إطلاق النار من الجنوب اللبناني.
هذا وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن تحقيقا أوليا للجيش كشف عن أنه لم يطلق صواريخ اعتراضية تجاه الصاروخ الذي سقط في قرية مجد الشمس بهضبة الجولان السورية المحتلة. كان جيش الاحتلال قد وصف في وقت سابق الهجوم بالحادث الخطير، وقال إن ما أطلق تجاه القرية كان صاروخا واحدا وإنه أطلق من شمال قرية شبعة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا للهجوم الصاروخي على مجد الشمس. يأتي هذا فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكابينت سيجتمع اليوم الأحد لبحث الرد الإسرائيلي على هجوم مجد الشمس. أفادت مراسلتنا بأن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وصل إلى مطار بن غوريون بعد قطع زيارته للولايات المتحدة. من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو توجه إلى وزارة الدفاع لعقد مشاورات أمنية قبل اجتماع المجلس المصغر المقرر اليوم. أكدت مراسلتنا أن أهالي مجد الشمس هاجموا وطردوا وزير المالية الإسرائيلي بتسايل سموتريتش في أثناء تشييع جثامين القتلى الاثني عشر. يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن سكان مجد الشمس هاجموا وزراء بالحكومة وأعضاء بالكنيسة في أثناء تشييع جثامين القتلى، كما وصفوا الهجوم الصاروخي بالكارثة التي لا يمكن تبريرها بعد أحداث 7 أكتوبر. تحذيرات دولية وإقليمية متتالية من اتساع رقعة الصراع عقب العدوان الإسرائيلي الدامي على قطاع غزة، خاصة مع حدوث مناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. حذرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من إشعال حرب قد تخرج عن السيطرة، بينما حذرت مصر من أن خطورة توسيع رقعة الصراع وأثاره الخطيرة على أمن وسلامة المنطقة وشعوبها. لحظات حاسمة يخشى الجميع حدوثها، قد تقلب الموازين في الشرق الأوسط وتطلق شرارة حرب واسعة النطاق لا يمكن تفادي نتائجها. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحدوث اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، تتصاعد التحذيرات من خروج الأوضاع عن السيطرة. موقع أكسيوس قال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من أن يؤدي هجوم مجد الشمس لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، وأوضحوا أن هذا الهجوم قد يكون الشرارة التي كانت تخشاها الإدارة الأمريكية وتحاول تجنبها منذ 10 أشهر هي عمر العدوان الإسرائيلي على غزة.
الولايات المتحدة حذرت إسرائيل كثيرا من الإقدام على حرب مع لبنان حتى لو كانت محدودة، كونها ستؤدي لخروج الصراع من دائرة الاحتواء وانضمام أطراف إقليمية أخرى إلى المعركة. مصر من أولى الدول التي استشعرت خطورة الأوضاع والعدوان على قطاع غزة، وحذرت من خطورة سيناريو توسيع رقعة الصراع، لا سيما مع تزايد حدة المناوشات على الساحة اللبنانية. وطالبت مصر بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحذرت من عواقب عدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها. نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين. الأمم المتحدة حذرت أيضا من اتساع رقعة الحرب إلى لبنان، خاصة وأن ذلك سيكون مروعا. وعبر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث أن امتداد الصراع إلى لبنان سيكون بمثابة شرارة ستشعل النار وتجر دولا أخرى للصراع، وهو تصعيد لا تحتمله المنطقة. المنسقة الأممية بلبنان واليونيفيل يوانا فرانتسكا حذرت من توسع رقعة الصراع وحجم المواجهات على الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وطالبت جميع أطراف الحرب بالالتزام بوقف الأعمال العدائية عاملاً بالقرار الأممي 1701. كما حذر ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى تزايد الخطر كل يوم من امتداد الحرب في غزة إلى لبنان. تحذيرات متتالية يقابلها إصرار إسرائيلي على إشعال حرب لا يمكن توقع تداعياتها على مناطق عديدة بالمنطقة. منذ 7 أكتوبر والجبهة بين إسرائيل وحزب الله تتسع، ومع مقتل نحو 12 وإصابة 34 آخرين في القصف على مجدل شمس، هناك توقعات باتساع رقعة الحرب مع سيناريوهات محتملة بهجوم متبادل بين حزب الله وإسرائيل. السيناريوهات المحتملة للرد عقب القصف في سياق العرض التالي مع فيروز مكي. فيروز، شكرا لك ياسر، أهلا بكم. منذ 7 أكتوبر الماضي والمناوشات والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله لم تهدأ، غير أن حادث قرية مجدل شمس والذي راح ضحيته 12 قتيلا وأكثر من 30 مصابا وتتهم فيه إسرائيل حزب الله بارتكابه يعد تحولا كبيرا في المواجهات بين الطرفين، إذ أعقبته تهديدات إسرائيلية مكثفة قابلتها ردود فعل تحذر من أي تحرك عسكري من جانب جيش الاحتلال باتجاه الجنوب اللبناني، الأمر الذي فتح المجال لسيناريوهات متعددة ربما تؤول إليها الأوضاع في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة. السيناريو الأول يتوقع أن تحاول إسرائيل حفظ ماء وجهها برد قاس أو عبر عملية نوعية تخلف وراءها العشرات من القتلى والمصابين من حزب الله، مقابل أن لا يرد حزب الله بحيث لن يقوم سوى باحتواء الموقف وضبط النفس خشية استمرار التصعيد وفتح جبهة حرب غير مأمونة العواقب. أما السيناريو الثاني الذي يعتقد البعض أنه الأكثر ترجيحا هو أن تندلع حرب محدودة بين كل من إسرائيل وحزب الله تستهدف البنى التحتية والأصول لدى كل منهما، مع حرص كليهما على تجنب الدخول في حرب شاملة تخلف آلاف القتلى وتتسبب في خسائر بمليارات الدولارات، بما لا يمكن لأي من إسرائيل أو حزب الله تحمل عواقبه وتكلفته أيضا. السيناريو الثالث هجوم واسع من حزب الله على إسرائيل، ويستند هذا السيناريو إلى أن حزب الله يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ وآلاف الطائرات المسيرة وقذائف موجهة يمكن من خلالها إسقاط ناطحات سحاب بأكملها، بجانب امتلاكه عشرات الآلاف
من القوات المدربة تدريبا عاليا، ومع ضعف القوات الإسرائيلية الآن بسبب حربها في عدة جهات، يرى البعض أن احتمال شن حزب الله هجوما هو أمر مرجح، ويرى أنصار هذا السيناريو إن فرص حدوث ذلك ضعيفة، إلا أنها قائمة في حال أساء حزب الله تقدير الموقف. تحارب إسرائيل على جبهات عدة في غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا والعراق وحتى اليمن، ومن ثم فإنه لا غضاضة لديها في توسيع رقعة الحرب على الجبهة اللبنانية، لكن هذا السيناريو يستشرف اتساع رقعة الحرب على كامل نطاق منطقة الشرق الأوسط، لأنه في حال هاجمت إسرائيل لبنان هجوما شاملا ستزيد احتمالات أن تشارك إيران هي الأخرى في الرد على إسرائيل، إلى جانب بعض الفصائل في كل من العراق واليمن. وهذا السيناريو يقول إنه على الرغم من أن احتمالات حدوث ذلك قد تبدو محدودة، لكنها غير مستبعدة. سيناريوهات عدة، لكن الأكيد فيها أن إسرائيل ستحصل على الدعم من الدول الغربية في حال هاجمت الجنوب اللبناني هجوما شاملا أو هاجمها حزب الله على نطاق واسع، فإسرائيل لن تحارب منفردة، وهذا هو السيناريو الأكيد. والآن نعود من جديد إلى ياسر رشدي لاستكمال ملفات هذه النشرة، إليك ياسر. شكرا فيروز. شهدت المواجهات بين إسرائيل ولبنان عدة محطات، أبرزها الاجتياح الإسرائيلي للحدود اللبنانية عام 1982 والسيطرة على المناطق الجنوبية وأجزاء من العاصمة بيروت، كما كانت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في العام 2006 من أبرز المواجهات بين الطرفين، والتي أسفرت فيما بعد عما عرف بقواعد الاشتباك بين الجانبين. والآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستشهاد 8 مواطنين في مدينة خان يونس ومحيطها جنوبي قطاع غزة ووصولهم إلى مستشفى ناصر الطبي. قال مراسلنا إن مدفعية الاحتلال قصفت أحياء تل الهوى والصبرة والزيتون والشيخ عجلين في مدينة غزة تزامنا مع شن الطيران الحربي غارتين على تل الهوى.
هذا وأشار مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال نسف مبان سكانية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من المكان بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية محيط منطقة قيزان النجار جنوبي المدينة وإطلاق النيران تجاه منازل وممتلكات المواطنين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و241 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وفي بيان لها أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39,324 شهيدا و90,830 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتة إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري عن توجه نحو 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية صوب منفذ كرم أبو سالم. أضاف مراسلنا بتوجه 4 شاحنات غاز طبيعي تمهيدا لدخولهم أيضا إلى قطاع غزة، وأشار إلى وجود اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح. والآن نتحول إلى نافذة من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري مع زميل أحمد بوصيلة. يعني أحمد، إليك وأطلعنا على كل التفاصيل عندك. أحمد، هل تسمعني؟ طيب، يبدو أن فقدنا الاتصال حاليا مع الزميل أحمد بوصيلة والمتواجد على الجانب المصري من معبر رفح ليطلعنا على مزيد من التفاصيل حول المساعدات التي تتجه للجانب الفلسطيني عن طريق كرم أبو سالم. وفي هذا الصدد كان مراسلنا في ساعة إخبارية سابقة قال أن 50 شاحنة توجهت إلى معبر كرم أبو سالم، ولم تدخل من 50 شاحنة سوى شاحنة واحدة كانت معبأة بالغاز الطبيعي، تمكنت من إفراغ حمولتها في الجانب الفلسطيني والعودة مجددا. إذن أذهب مجددا لمعبر رفح من الجانب المصري مع زميل أحمد بوصيلة، ويبدو أنه عاد إلينا من جديد. أحمد، هل تسمعني الآن؟ نعم بوضوح، شكرا فيروز، ومرحبا بكم من أمام معبر رفح من الجانب المصري، حيث هذه النافذة التي نستعرض فيها آخر التطورات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ 296 يوما، تطورات متلاحقة في العديد من المناطق في قطاع غزة وتحديدا خان يونس التي تشهد عمليات قصف مستمرة إن كان من جانب مدفعية أو ضربات بالطائرات. وهناك أيضا بعض المعلومات عن اشتباكات عنيفة ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. الضفة الغربية من ناحية أخرى ودعت هذا الصباح عدد من شهدائها الذين استشهدوا خلال اقتحامات جيش الاحتلال وتحديدا في نابلس، بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات والاقتحامات للمدن والمخيمات في الضفة الغربية. نفتح هذه النافذة من خان يونس مع بشير جبر ومن الضفة الغربية مع ولاء السلامين. أبدأ معك بشير، ما الذي يدور في خان يونس الآن؟
تحية لك أحمد، ودعني أبدأ بآخر تحديث عن ارتفاع أعداد شهداء منطقة المواصي إلى 4 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في المنطقة التي تدعي إسرائيل بأنها منطقة آمنة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء هذا العدد من الشهداء من بينهم طفلة وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 10 مصابين بجراح متفاوتة الخطورة وصلوا إلى هذا المستشفى، مستشفى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. أيضا المنطقة الشرقية وهي المهددة بالإخلاء، لا زالت المنطقة تشهد قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية بشكل لا يتوقف باتجاه كل أحياء المنطقة الشرقية، شرقها جنوبها وشمالها، لا زالت تتساقط عليها هذه القذائف، بالإضافة إلى قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات عدة في محيط مقر الجامعة الإسلامية شرق مدينة خان يونس، الأمر الذي أدى إلى دمار واسع في تلك المنطقة. أيضا لا زالت طواقم الإسعاف تقوم بين الفينة والأخرى بانتشال جثامين للشهداء قضوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ قرابة أسبوع باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، حيث تمكنت في هذا اليوم من انتشال جثامين ل8 شهداء وصلوا معظمهم في حالة تحلل إلى هذا المجمع، مجمع ناصر الطبي. أيضا الحدث الأبرز الآخر هو ما تحدثت أو ما يحدث في منطقة تل الهوى في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة، حيث حاصرت الآلية العسكرية الإسرائيلية مجموعة من الأبراج في تلك المنطقة، ومن ثم أطلقت نيرانها باتجاه مجموعة من المواطنين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 فلسطينيين كشهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. بالإضافة إلى ذلك فلا زال يشهد حي الرمال وتحديدا مفترق الاتصالات في حي الرمال قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية باتجاه تلك المنطقة، فيما أغارت كذلك الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه شقة سكنية في منطقة الشباب والرياضة في حي النصر إلى الغرب من مدينة غزة. هذا القصف الإسرائيلي المتصاعد باتجاه المنطقة الشمالية لقطاع غزة يأتي بالتزامن مع ما تشهده مدينة خان يونس من تصعيد عسكري إسرائيلي بحق هذه المدينة. أحمد، نذهب إلى الضفة الغربية ونتابع آخر التطورات وتحديدا نابلس وما دار بها، وفي هذه الأثناء قبل أن نذهب إلى ولاء السلمين نتابع الآن من أمام معبر رفح عودة العديد من الشاحنات التي كانت في طريقها إلى داخل قطاع غزة، ولكن يبدو أن هذه الشاحنات تم رفض دخولها وتعود الآن كما نرى الآن تعود وهي محملة بالبضائع التي خرجت بها. إذن تم رفض هذه الشاحنات ولم يتم دخول سوى عدد قليل من شاحنات الغاز، أما هذه الشاحنات فكما ترون تعود كما هي ومحملة بالبضائع و لم تدخل كل هذه الشاحنات، ويقف في نفس هذا المكان عشرات الشاحنات التي كانت تستعد للدخول، ولكن يبدو أن عودة هذه الشاحنات سيؤجل أو سيمنع دخول أيضا هذه الشاحنات الأخرى. نذهب أو نعود مرة أخرى إلى الضفة الغربية ولاء السلمين وآخر التطورات، تفضلي ولاء. أحمد، وبكافة الصدى المشاهدين، نتحدث عما جرى في مدينة نابلس بالتحديد إلى المنطقة الشرقية حيث مخيم بلاطة. في هذا المخيم الصغير أكثر من 3 مرات قامت قوات الاحتلال باقتحام هذا المخيم. لم تكتفي قوات الاحتلال من استمرار العملية العسكرية لمدة ساعات بعد قصف جموع المواطنين داخل منطقة في مخيم بلاطة وارتقاء شهيدين بسام الحشاش ومحمد مشا وهو أحد المقاومين من مخيم بلاطة، قامت باغتيال هؤلاء الشبان الفلسطينيين بقصف طائرة مسيرة عادت من جديد عند الساعة 12 منتصف الليلة الماضية إلى اقتحام المخيم من جديد، وباشرت بعمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية، وكان هناك إصابة لشاب فلسطيني بالرصاص الحي. ناهيك عن الإصابات
آلات كبيرة جدا، سواء من القصف بالطائرة المسيرة في ساعات الظهيرة، وأيضا تحدث عن 28 إصابة بعد اقتحام المخيم نقلوا إلى مستشفيات مدينة نابلس. نتحدث أيضا عن مزيد من التخريب والدمار في البنية التحتية، هدم لمحل تجاري، وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال من مخيم بلاطة. ما يجري في الضفة الغربية بالعموم ومنطقة الشمال هو دمار شامل لجميع مخيمات الضفة الغربية، وبالتحديد في شمال الضفة. تتحدث الإحصائيات أنه التخريب سواء في مدينة طول كرم، مخيمها ومخيم نور شمس، وأيضا نتحدث في مخيم جنين ومدينة جنين، الآن تطال مدينة نابلس ومخيم بلاطة في التخريب والدمار الشامل الذي تعطوه قوات الاحتلال وآلياته. نتحدث أيضا عن الاقتحامات المتتالية لجميع أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 6 مواطنين بينهم أسرى سابقين وأطفال. نتحدث عن منذ 7 من أكتوبر لغاية هذه اللحظات أكثر من 9840 فلسطيني قام قوات الاحتلال باعتقالهم من مدن متفرقة من الضفة الغربية، لا سيما أن أشخاص الضفة الغربية بارتفاع بسام الحشاش وأيضا محمد المشى يرتفع عدد شهداء الفلسطينيين بما فيهم القدس إلى 591 فلسطيني على الأقل منذ 7 من أكتوبر. شكرا ولي السلامين من الضفة الغربية. وبشير جبر من خان يونس، كانت هذه نافذة من أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري. نعود لاستكمال ملفات هذه النشرة من القاهرة مع فيروز وياسر، إليكما. زميل أحمد بوصيلة من أمام معبر رفح الجانب المصري، شكرا لك، شكرا جزيلا لك وشكرا للزملاء. أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل 22 شخصا وإصابة 17 آخرين جراء قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وذكرت نقابة أطباء السودان في بيان لها أن الدعم السريع تواصل انتهاكاتها للمرافق الطبية والمدنية في المدينة، كما استهدفت مستشفى نبض الحياة بطائرة مسيرة. هذا وتشهد مدينة الفاشر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور. وقفة مع تطورات الأوضاع في أوكرانيا. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине! أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنشر صواريخ نووية متوسطة المدى في حال نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا. وأضاف بوتين أن نشر هذه الصواريخ الأمريكية من شأنه أن يهدد المراكز العلمية والبنى التحتية الروسية. أتى ذلك بعد أن قالت واشنطن وبرلين في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستبدأ في نشر أسلحة طويلة المدى في ألمانيا في العام 2026 في إطار التزامها تجاه حلف الناتو والدفاع عن أوروبا. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 7 طائرات مسيرة من أصل 8 من طراز شاهد بجانب إسقاطها صاروخا جويا موجها. هذا وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أنه تم قتل نحو 1180 جنديا روسيا وتدمير 13 دبابة و 21 مركبة مدرعة و 51 منظومة مدفعية. هذا وأكدت الدفاعات الجوية أنه تم تدمير جميع الأهداف الجوية في منطقة أوديسا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدة طيران بدون طيار تابعة للقوات المحمولة جواً تمكنت من تدمير مدفع هاوزر من طراز M777. وأضافت الوزارة في بيان لها أن وحدة الطيران تمكنت أيضاً من تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون. أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي تنصيب مسعود بازشكيان رئيسا للجمهورية الإيرانية، ذلك بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية. وأقيمت مراسم المصادقة على تولي بازشكيان الرئاسة في طهران، ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى غدا. ويعد بازشكيان هو أول رئيس إصلاحي منذ نحو عقدين يتولى الرئاسة الإيرانية. تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي يتنافس فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي يسعى إلى ولاية ثالثة أمام مرشحين آخرين أبرزهم مرشح المعارضة إدموند غونزاليس. كان الرئيس مادورو قد التقى أمس بمراقبين دوليين، حيث استقبل أكثر من 900 شخص بما فيهم المراقبون الذين تم دعوتهم رسميا من قبل المجلس الوطني للانتخابات لمتابعة الاستحقاق الانتخابي. وفي خطابه أمس رفض مادورو الاتهامات بأن مجموعة من السياسيين الدوليين بما فيهم زعماء دول سابقون والذين دعاهم مرشح المعارضة إدموند غونزاليس منعوا من دخول البلاد مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم. أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية اكتمال إصلاح شبكتها المتضررة من الهجمات التخريبية، وأنه لن يكون هناك مزيد من التأخير للمسافرين اعتبارا من صباح الغد الاثنين. هذا كما أعلنت الشركة في بيان لها أن الوضع على الخط الغربي الرئيسي من العاصمة باريس كان طبيعيا عمليا، وأن 3 من أصل 4 قطارات عالية السرعة تعمل على الخط الشمالي الرئيسي من العاصمة دون أي زيادة في وقت السفر من الآن فصاعدا. قدرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التمويل السنوي المطلوب للتحول العالمي لاقتصاد منخفض الكربون بنحو 3 تريليونات دولار حتى العام 2050. وأكدت يلين على أن مستهدفات مستويات صفر انبعاثات الكربون لا تزال أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشددة على أن تجاهل معالجة قضية التغير المناخي وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي سياسة اقتصادية سيئة. تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، وشدد ترامب على ضرورة أن تقود الولايات المتحدة صناعة العملات المشفرة حتى لا تهيمن عليها الصين. البيتكوين لا تشكل تهديدا للدولار، بل إن سلوك الحكومة الأمريكية الحالية هو الذي يهدد الدولار. إذا فزت برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فإن سياسة إدارتي ستتضمن الاحتفاظ ب100% من جميع البيتكوين الموجودة في الولايات المتحدة في المستقبل. إذا كانت العملات المشفرة ستحدد المستقبل، فأنا أريد صنعها وتعدينها في الولايات المتحدة. أريد أن تقود أمريكا العالم في هذه الصناعة.
رجح الاقتصاديون في وكالة بلومبرج أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين خلال اجتماعهم الأسبوع الجاري، على أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض خلال أشهر. وأضافت الوكالة الأمريكية أنه بالرغم من أن البيانات الأخيرة كانت جيدة مع زيادات أكثر اعتدالا في الأسعار جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي القوي، لكن الاحتياطي الفيدرالي يريد المزيد من الضمانات بأن التضخم سيستمر في الانخفاض نحو هدفه البالغ 2%. كشف استطلاع للرأي أجرته Compare the Market أن نحو 53% من البريطانيين يشعرون الآن بأنهم أكثر فقراً مقارنة بما كانوا عليه قبل 5 سنوات. ووفقاً للاستطلاع، أفاد 6 من كل 10 أشخاص بأنهم يتوقعون من الحكومة الجديدة إعطاء الأولوية لإدخال تدابير لتعزيز وضعهم المالي الشخصي بشكل ملموس. وبالرغم من الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة، إلا أن 61% من المشاركين في الاستطلاع ليس لديهم ثقة في تراجع فواتير الطاقة خلال العام المقبل. الآن إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024. تسببت الأمطار التي هطلت يومي الجمعة والسبت في باريس في تلويث نهر السين، ما تسبب في إلغاء تدريب الترايثلون المقرر إجراؤه صباح اليوم في النهر. وعلى الرغم من الإلغاء، أكد المنظمون على ثقتهم في أن الاختبارات ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل عادي استعدادا للمنافسات. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق غرق العاصمة الفرنسية باريس في ظلام دامس، ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه المدينة منافسات دورة الألعاب الأولمبية. وأشارت التقارير إلى أنه حدث انقطاع في الكهرباء بجميع أنحاء العاصمة، فيما لم تعلق الحكومة بشكل رسمي على الواقعة. حصل التونسي فارس فرجاني على أول ميدالية للبعثات العربية في أولمبياد باريس. حصد فرجاني الميدالية الفضية لمنافسات المبارزة بالسيف بعد خسارته أمام الكوري الجنوبي أو سانجوك بنتيجة 15-11 نقطة، ليحصل بطل كوريا الجنوبية على الميدالية الذهبية ويكتفي بطل تونس بالفضية، فيما ذهبت البرونزية للاعب الإيطالي لويجي ساميلي. فازت الأسترالية غريس براون بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات على الطرق ضد الساعات لفردي السيدات، وحصلت البريطانية أنا هندرسون على المركز الثاني متأخرة بفارق دقيقة واحدة أو 31 ثانية أو واحد ودقيقة واحدة 31 ثانية عن براون التي حصدت الذهبية بزمن يقدر ب 39 دقيقة و38 ثانية. وانزلق عدد كبير من المتسابقين وسقطوا في المنحنيات المبللة والمرصوفة بالحصى في السباق الذي يبلغ مسافته 32.4 كيلومتر. وكانت حاملة اللقب الأمريكية كلوي دايجرت أبرز الضحايا واكتفت بالميدالية البرونزية.
في نبأ عاجل وصلنا للتو، حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجد الشمس بالجولان السوري المحتل، بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. وتؤكد مصر على أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب، كما تناشد القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما وتجدد مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة. بهذا نكون وصلنا معكم لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. سوريا تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجوم مجد الشمس بالجولان المحتل لاختلاق الذرائع لتوسيع عدوانه. وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان يصدقان على خطط عملياتية في الجبهة اللبنانية. الدفاع المدني الفلسطيني يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يجبر آلاف المدنيين على النزوح من خان يونس إلى مناطق مجهولة. إذا كنا معكم في هذه النشرة ياسر رشدي وأنا فيروز مكي، أشكركم على طيب المتابعة. شكرا فيروز، ابقوا دائما في أمان الله، إلى اللقاء.